كل واحد يقول اشنو قدمت من باب الاحسان لنفسي وللعائله ديالي والاسره ديالي والوطن ديالي والخوتي والحبابي المغاربه، ماذا فعلت؟ والله لا يضيع اجر من احسن عملا. ولو تصيفط رساله اس ام اس، ولو ان تكون عندك واحد الحس ديال انه تخبر ناس اخرين بضروره التبرع ولو بالقليل، ماشي بالضروره شيء كثير. هذا نوع من الخير اللي كتصنعوا ليك انت اولا، كتعمر داك الرصيد ديالك اللي انت بالنسبه لك ربما كان خاوي او لا قليل. فهذه فرصه، هذه فرصه انك تحاول ما امكن تنعش اقتصادك الذاتي، اقتصادك الذاتي انت والروحي مع سيدي ربي. فتبرع ولو بالقليل، وكن على يقين انك اذا تبرعت بالقليل الله تعالى سياتيك بالكثير. فكي يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، دليل على صدق الإيمان، الصدقة برهان ولو من القليل. وتقول يعني الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، الله تعالى يخلف، تيخلف الله عز وجل وتبارك رب العالمين وما تخافوا شيء، ما عمر اللي مع الله تعالى يخاف. فهذا يعني الأمر اللي تنقوله دي مسألة الإحسان مهمة جدا، مهمة جدا جدا، لأنها كتخلق بيناتنا واحد النوع من الطمأنة. فالله يخليكم أحبابنا المغاربة، يلا أحبابنا المغاربة تبرعوا، تبرعوا على نفوسكم، تبرعوا لدواتكم، تبرعوا لخوتكم. والله العظيم لا يعني هذا الباب، هذا باب جميل أنا تنقوله، لأنه فيه خير، فيه خير غتبان محبة ديالنا لبعضنا، غيبان كذلك غتبان محبة الإنسان لذاته، لأنه اللي تيبخل على نفسه. بغيت أنا مجهوداتكم تبان، بغيت أنه الكوانين النفس ديالكم تخرج اللي فيها الخير، ونحيد كل ما هو شر، نتعاملوا عن نفسنا بأنها شخص آخر، لا هذه ديريها وهذه ما ديريهاش، هذه نفعلها وهذه ما نفعلهاش. إذا نتعاونوا، اللي محتاج نعطيوه، اللي خاصه شي حاجة ما يمكن شيء انهم يعني نوقفوا مربعين يدينا. احنا الحمد لله امام دوله اللي هي حسات بالمواطن المغربي وفعلات صندوق وتبرعوا يعني ناس اللي الله يجازيهم بالخير، وصاحب جلاله يعني كان هو اول من تبرع في هذا الصندوق هذا، واول من اسهم واول من اعطى، ورجال كثر ونساء كثيرات الحمد لله. فإذا خاص غير شوية ديال الصبر، وحتى كل واحد يوصل له حقه، خاص غير شوية ديال الصبر حتى كل واحد أنه يوصل له يعني ديك الطريف ديال الخبز ديالو. حنا ما بغيناش شي حاجة كثيرة، بغينا الآن غير ربي سبحانه وتعالى يحفظنا من هذا الوباء، نعيشه باللي كان، غير ربي سبحانه وتعالى يحفظنا من هذا الوباء ونحاصروه إلى أن نخرج بسلام. فإذا باب الإحسان كذلك هو أنه لما مثلا كتكون خرجتي للشارع، أو لبعض الناس للأسف بقي عندهم نوع من التعنت، وبقي تيصطدموا مع السلطات، وبقي تيصطدموا مع القياد، وبقي عيب وحشومة. الله يكرمكم، راه نتوما محسنين ومؤمنين. أسيدي دخل بابك، دخل دارك، وحاول ما أمكن أنه تصلي جوج ركعات، ولو تكون فقدتي كروسك، فقدتي كذا، صلي جوج ركعات، اطلب رب العالمين، كن على يقين أن الله تعالى يفتح لك باب الخير، وغادي يجي رزقك حتى لبين يديك، غيجيك رزقك حتى لباب دارك، لانه الاولى هنا بميزان العقل، ميزان المنطق، ميزان الشرع، هو الحفاظ على النفس، هو العيش بالقليل والحفاظ على النفس. فنستحضروا هذا باب الاحسان في كل حاجه، نحاولوا ما امكن، هانتوما يعني كاين تسجيل بموقع، كاين مساعدات اللي غادي توصل ان شاء الله تعالى، عائلتك وليداتك راه هما الا كنتي كتخاف عليهم من الجوع، خاف عليهم من الموت، خاف عليهم من الوباء، الا انت بقيتي كتخرج تقول باش نوكل وليداتي، كن على يقين انه لما غادي تدخل ادخلوا نتايا معاك الوباء، وغادي يفقدوك هاد الوليدات، وغيفقدوك هاد الاسر، وغيفقدك هاد العائله. فالاولى انه تقول لهم نصبروا ونظهروا الصمت شي شويه، وغادي يحلها سيدي ربي سبحانه وتعالى، وغادي ان شاء الله تعالى نجازوا هاد الامر. فاللي توجه لرب العالمين باب الإحسان
كونوا على يقين انه ما غيتخلاش عليه، وان شاء الله تعالى غادي نخرجوا باذنه عز وجل من هذا الحجر، لكن مع قوه الالتزام ديالنا، مع قوه الحفاظ سواء على نظافتنا او لا كذلك على البيوت ديالنا. لا وقت المزايدات، ماشي وقت ديال انه نقولوا تخنقنا اجي نخرجوا، او لا كل ساعه بدون نظام اجي نمشي نقضي هذه او لا كذا او لا. فنسال الله تعالى انه يحفظنا جميع، نسال الله عز وجل انه يوقينا جميع، نسال الله تعالى انه يرفع علينا هذا الوباء، نسال الله عز وجل الفرج، وغادي يكون خير ان شاء الله تعالى. نخليكم مع فاصل الأخير.